من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. لا محظور لا على هؤلاء ولا ممنوع على هؤلاء المؤمنون والمشركون. احنا كسالة احنا تراجعنا. الشيخ ذكر بيت شعر مشهور يا احمد شوقي، انما الامم الاخلاق ما بقيت. زكي نجيب محمود من مفكرين العالم القرن الماضي الصف الاول للفلاسفة، عبد الرحمن بدوي، زكي نجيب محمود، ديلا كبار الفلاسفة، تأثر بالفلسفة الوضعية فعدل البيت، قال لا المفروض دلوقتي في كتابة صاحب كتاب إنما الأمم الأزرار ما بقيت، قال لابد أن نتعلم العلم. الأزرار، الإلكترونيات، التكنولوجي، بلا هذه الأمور مهما تقدمنا أخلاقيا لن نتقدم. طبعا تراجع في الأخير وعلم أن علماء الأمة هربوا من أمتنا بعلمهم وبأزرارهم، لأن أمة متخلفة بلا أخلاق ولا إيمان ولا أخذ بالسنن لن ينتج علماؤها ويكونون هباء منثورا. آخر شيء قصة غزة، دعونا عن المتصارعين، دعونا عن المسميات السياسية، دعونا عن هل انتصروا ولا ما انتصروا. حقيقة كما قال أحد أبناء الأسرة الحاكمة في هذا البلد، يا محمد أنا لي معاييري السياسية ولي موازناتي، لكن أقول لك غزة هي قطعة اللحم الحية في جسم الأمة الميت. غزة يا شيخ محمد حسان ويا شيخ فهد خرجت العام الماضي 5000 حافظ القرآن الكريم، كذل القهر والحصار والفقر والقصر والظلم الاجتماعي والظلم السياسي والظلم العربي قبل الظلم الإسرائيلي. فيجب أن نفهم الناس. غزة اليوم وصل منهم الدكتور وليد العوضي عضو اتحاد دكاترة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، اليوم واصل أو أمس يقول هاي مو عشان عوضي والله، لكن لأنه يقول محمد أنا ما أدري، دخلت 6 أيام وجدت الثبات ووجدت اليقين ووجدت التمسك بالحق وعدم التنازل ووجدت الصبر. مجتمع غريب، البيئة صنعت، البيئة صنعت كما قال الشيخ. أعرف واحد شيخ أنت قلت، وأنا راح أقول لك من اللي واحد يا جماعة يشرب الخمر مدمن الله يهديه، يقول أنا ولدي وأعرف ولده وفعلا خرج حافظا لكتاب الله أوصل لتحفيظ القرآن. كثير من الناس مشرف على نفسه ويحس أنه ابتلي يا شيخ محمد، لكن يقول شو أسوي أودي للقرآن. إحنا مشكلتنا مع خصوم القرآن، مع الذين يكرهون صوت الأذان، مع الذين يتلمضون حرارة وقهرا إذا رأوا توزيع شهادات على حفظة كتاب الله ولا بناتنا إذا حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شيخ محمد حسان أنا أرجوك أن تقول لنا القصة الإيمانية التي قلتها وسمعتها منك في قطر في محاضرة نبه أذكرتك إياها، يا ريت والله لأن فيها عبرة كبيرة يا شيخ. ما زهقتوش؟ والله أسأل الله أن يجمعنا بكم في جنات النعيم، وأشهد الله أنني أحبكم جميعا في الله، وجزاكم الله خيرا على هذه الحفاوة وعلى هذا الحضور وعلى هذه القلوب المحبة. القصة اللي ذكرني بها أخويا وحبيبي الدكتور محمد العوضي أسأل الله أن ينفع به، وأنا الحقيقة يعني أشكر له هذا الفهم الشمولي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد رميه وأن يسدد سهمه وأن ينفع به وبأخ الحبيب الشيخ نبيل العوضي. وأنا سعيد جدا الحياة بوجودي معنا الليلة، ووجدت أن لو شارك يعني بكلمات جميلة مؤثرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص والقبول. وسعيد طبعا بأخي الحبيب الصغير الشيخ فهد يعني صاحب الصوت الجميل الرقراق، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن العاملين. القصة الحقيقة هي قصة مؤثرة، كنت بقول في محاضرة في لوس أنجلوس ولعل ذكرتها مرارا يعني، وبعدين دخل علي أخوان سوريان، أخوان من سوريا ومعهما رجل أمريكي، فإذ بأحد الأخوين السوريين بيقول لي يا شيخ محمد لو سمحت والله، وأنا ألقي المحاضرة، لو سمحت والله عاوزين الأخ الأمريكي ده جاي يسلم وعاوزين يردد الشهادة خلفك. قلت أهلا وسهلا تعال يا مرحبا. وبعدين جلس الأخ الأمريكي إلى جواري، قلت له قبل ما تنطق الشهادتين أنا أسألك ما الذي جاء بك إلينا وحالنا لا يسر عدوا ولا حبيبا، جاي لنا ليه وعاوز تدخل ديننا ليه؟ فقال بأنه رجل ملياردير شائبول، عندي أساطيل وشركة طيران وعندي أموال وما شاء الله،
يقول ومع ذلك بنفس ترجمة حرفية تقريبا لما قال، قال ومع ذلك فقد سئمت الحياة، مليت. بقول لي ما فيش طعام اشتهيته ما أكلتوش، ما فيش امرأة اشتهيتها لم أفعل بها ما أريد، ما فيش مكان في العالم اشتهيت أن أرى إلا وذهبت إليه، ما في شيء، ومع ذلك حاسس بأني بختنق. الرجل ده يا أخوانا أنا دخلت بيته، وإن دخلت يعني بيوتا فخمة وقصورا فخمة في الخليج، أسأل الله أن يتم علينا وعليكم النعم، ومع ذلك ما رأيت قصرا بهذا الإبداع والجمال. قصر مبني على المحيط، حديقة عجيبة جدا. هو يقول لي أني تربة هذا الحوض بظهوري جاي من فرنسا، والتربة دي جاي من بريطانيا، والتربة دي جاي من استراليا، يعني تربة بالظهور منقولة بالطيران إلى الحوض، يعني إبداع جمال عجيب. الشاطئ الآخر أو الجانب الآخر في المحيط مبني من الزجاج، وتنزل بدرج سلالم يعني بلغة المصريين، تشعر كأنك تعيش في الماء، مشهد غريب. كنا في برد قارس جدا، وانا جالس ان هو المكان زجاج، فانا انظر الى السيارة اللي احنا جينا فيها، وجدت السيارة مغطاة بالثلج، وطبعا الجليد الان في امريكا وصل 30 او 40 سنتي. سبحان الله، خير مغرق يعني. فانا جالس سبحان الله يعني مشغول جدا، العربية تغطت بالثلج، فانا رجل فلاح مشغول قوي، طب هنطلع ازاي ونركب ازاي ونفتح ازاي. فهو يعني قرأ نظراتي، فضغط على مفتاح زي مفتاح النور كده، وبعدين بعد دقيقة ونصف دقيقتين انساح الجليد على السيارة. خارجين انا وهو سبحان الله، الاحذية اعزكم الله اتغطت بالتلج، فضغط على زرار في جهاز موجود في المكان اللي اركب فيه ومد الحذاء، فلمع له الحذاء. قلت ده سئم الحياة، اما احنا نقول ايه؟ سبحان الله، لأن هو أعطى البدن كل ما يشتهيه، ونسي العنصر الآخر والأصل الآخر في البدن ألا هو الروح. وأنت حضرتك بتعطي البدن ماشي، طب هتيجي مدة معينة هتمل وهتسأم. لا يستطيع طائر جبار أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد، ممكن ينجح لمدة طويلة بس سيسقط حتما، لينكسر جناحه الآخر، مستحيل بالمادة بس أو بالبدن بس، لازم بالبدن والروح. شاهد سبحان الله. قلت له طب وايه اللي يعني اتى بك اليوم؟ قال الرجل السوري ده، انا دخلت اليوم الشركة فوجدته وضع رجله في الحوض الذي اغسل فيه وجهي، اخونا بيتوضأ. فهو انفعل جدا وغاضب، قال له انت ما عندكش ذوق ولا عندك ادب ومفردات، ليه تضع رجلك هنا في الحوض اللي انا بغسل فيه وجهي؟ قال له انا بغسل رجلي دي 5 مرات، يعني انظف. والله انتوا هتودونا في داهية. انا ما قلتش حاجة. فقال له انا بغسل رجلي كل يوم 5 مرات. قال له ليه؟ يعني فزع الرجل. قال له انا اتوضأ 5 مرات او اكثر. قال له ليه تتوضأ؟ قال له عشان اصلي. قال له يعني ايه الصلاة؟ فوضح له بكلمات قليلة. وتصلي ليه؟ قال له لله. قال له من الله؟ ما عرفش حاجة. سبحان الله، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. سبحان الله. فالمهم قال له طيب أنا ما دخلتش عليك مرة لقيتك سكرانا. قال له لا أعوذ بالله، ديني يحرم علي الخمر. قال له طب ما دخلتش مرة لقيتك مهموم ولا حزين ولا زعلان، وأنا صاحب الشركة مانيش حاسس بالفرح والسعادة اللي أنت عايشها. قال له الحمد لله، علمني نبي صلى الله عليه وسلم حديثا أحفظه عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال له طب لو دخلت دينك ده أشعر بالراحة والسعادة اللي انت عايشها؟ قال له يقينا إن صدق. قال له أنا صادق، قل لي أعمل إيه وأنا أعمله. قال له طب اغتسل، استحمى يعني تحمم. فاغتسل وجاء به إلى المركز، وقدر الله لي هذا الرزق بغير سبب، زي ما رزقت بالأمس في الكويت بغير سبب، واحد ردد الشهادة الحمد لله. هذه أرزاق بقى، أسأل الله أن يجعلنا لكم من يعني من الصادقين. فالشهيد سبحان الله اغتسل وجاء به. قلت له طيب يلا قول ورايا، أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمد رسول الله. والله